Tourist. I want that. In return, you come to my palace. To my palace. ناصر، قبل ما تقول لنا ايش الابتكار اللي حتقدمه، انت كيفك مع التواصل الاجتماعي؟ مع تويتر؟ مش كثير الحقيقة، مش كثير. وكان عندي في البداية كانت استأت من في مزورين كثير الحقيقة، دخلوا باسمي واربكوني وعملوا لي يعني احراجات كثير في. وتعرف انت لما واحد يجي ويحمل اسمك واسم مزور ويدخل ويعلق في مناسبات ويعلق على شخصيات ويعلق على احداث، ف يعني وحاولت اني اقول اكثر من مره انه مش انا، وبعدين في الاخير طلعت من تويتر الكلام هذا من فتره، وكل ماله يزيد. انا يمكن اعتقد اكثر من يمكن 30 او فوق 150 الف كان الحساب المزور. لا، هذا قبل 3-4 ايام اللي سحبوه. لا، الحسابات الان يمكن بالفوق المليون الظاهر، اللي هم كلها. وعندي مشكلة كبيرة الحقيقة يعني، وتسوي لي معروف، لو انه الان بانك سالتني انك تحط الحسابي اكون ممنونة. ظاهرة امام على الشاشة، نشوفه على الشاشة هلا، اكون ممنونة مع الفيريفايد كمان، لازم نقول علامة الفيريفايد حده. بالضبط بالضبط. الحين تقدر تقول لنا ايش التذكار اللي حتقدمه؟ اعطيكم التويتر كله. المليون متابع. حاجة ثانية بس تتمسك يعني. يعني أول مرة احنا بيكون حدا عنده حساب وبنقول له الله لا يزيدهم إذا كان مزور. صحيح. إيه صحيح. أحلى دعوة. بس وبعدين أنا بقول له لناصر، مين اللي بده يسترجع اللي قالك؟ بعد ما ظهرت شخصيتك تلقائية مع الهواة ومعنا ومع كل الدنيا، ما حدا بيسترجع اللي قالك. فكرت؟ بعدين انت هون بين ربعك يعني، هون شو بدك؟ شو عايز؟ لا بس كم حدا معه شيء مثلا، شيء كم بوكس كان، شيء كم نقدر نلبي الواجب. شايف يا علي، شايف الكلام الحلو، سامع الكلام عشان تعرف الوسامة لها حدود في